خلنا نضبط هذه مع هذه، هذه مع هذه، ثلاثة ثلاثة. هنحط هذه في النص شوي عشان تزبط. والله العظيم المفروض يعطوني ديكور في يعني ما هو ديكور يعني حق ديكور. كذا يكونوا صافين. شباب شباب هيا 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 سريع، جوائز وحركات حلوة وجذابة روعة. والله والله يلا عطى هدية. أبو رزيقة في جولة واحد شفت. أبو رزيقة أول واحد. يلا تعال تعال. ايه بس جاب بدون مايك. عادي عادي يشفع يشفع لحضوره. طيب يستاهل. تعال انت الحين ايش هي؟ انت فاهمها صح؟ يعني هذه ورق بس خليهم يجون. الله سووا واحد جاء قبل شوي. والله مسكني جاء ورب مسكني دفني صح بس جاء وطلع. لا لا جاء وطلع. لا جاء وطلع. ابو هدية والله قال لك ايه ليه دفني. خلاص خلاص نعطيك هدية يلا خلاص ان شاء الله امشي. ابعدوا هذا. شباب كل واحد يمسك له سبوره. كل واحد يمسك له سبوره. مسابقه مسابقه ايوه مسابقه سريعه. معليش والله قومتكم من هناك بس مسابقه سريعه 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 كذا نبي نسوي كذا باور جديد. امسك الاوراق. طيب وين الشباب بقيه؟ شباب شكرا والله والله شباب. وبالله شكرا. عفوا يا قلبي شكرا. عفوا والله ما اسمح والله والله دفني والله دفني يا علي. وين الشباب؟ ما ادري خليهم. لا انا ابغاهم عشان تكون عدد لازم yeah. لازم عدد تزامن يا فيصل لازم عدد معك تزامن فيصل. شباب يا شباب يا شباب نشكر يا اطفال يا حلوين جيش ابو رزيقة. شكرا على الهدايا اللي جبتوها اليوم والله. الو ثانكس امي. ايوه ايوه انا ابو رزيقة جنبي. بسيطة عن اللعبة يا أخي إننا قاعدين نكلم العوائل في الأهل والدنيا عوائل في الأهل إيه؟ عشان تفوزون. أها يلا. طبعا يا شباب الهدايا مقدمة من متجر الآن بيفصح كم كمي عن اسم هذا المتجر، ولكن اسم اللعبة أتحداك تفوز. اسم اللعبة أتحداك تفوز. ليش؟ لأن الجوائز قيمة فلازم ان اللعبه تكون مره جميله جميله ومره شكرا صعبه على الاثراء. اسم المتجر يا كم ماذا الحين اذا ان شاء الله فازوا وشدوا حيلهم اوعدهم بهدايا وهدايا جميله. والله والله صدق ما اطقطق. طب انا عارف انك ما تطقطق وانا عارف بعضا من المهاترات ايه بعضا من اللي سمعته انا. هلا انا لي حق صراحه يا علي. يا لا مالك والله دفني والله دفني من عند الباب. خلاص خلاص يا الكريز. ودنا نهدي بينهم. يا الكاريزما خلاص برزيقة حدثت الان اثناء هذه اللعبه مشكله بينك وبين فارس السيد. فلذلك ارجو التفاهم بين بعض. لا اتمنى الاخبار اليوم تعلنها تكفى. عندنا خبر. الاخبار اي صح اي بنعطيه الاحداث. ليه تدفني ليه تدفني. يلا اصيل 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 الغازه لا تنكسر. الهديه اللي ما شدك شو وقت اخر؟ زغت شو وقت اخر؟ ما تحب لي شيء. ايوه ايوه الهديه لا تنكسر. شباب طيب دامكم جيتوا حياكم الله. بعد ما يصير ومرحبا ومسهلا. هلا طبعا ما ايش في؟ قطع الصوت. جماعة الخير لعبة بسيطة ومسابقة كذا سريعة. جميل. فيها هدايا. هدايا من هدايا من متجر. لكن الحين خلونا نلعب اللعبة وبعدين أعلمكم الأشياء الثانية. طيب خذ أوراقك وتعال. اللي جنبك مبتسم زيادة ليه؟ التصريح له. مبادرة. يلا. التصريح عنده. طيب اعطونا ثلاث واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست حلو ثلاث ثلاث حلو. ابو رزيق اختار معك اثنين. انا اختار معي فارس ومعي خلاص فارس بالرويه. يا سلام خلاص ثلاثه. الفريق الثاني فيصل
أسامة. لا 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 حلو يا أصيل. لا لا ترى هي حركية ما يبى هو حركية ما يبى ذكاء. ما أقول لك بتروحون البحر مش قصدك الباقين كنوا بيها يعني لا لا في قوة عندهم أنا هو خاف يقول لا ما بجي سلامات قوة يا سلام عليكم شباب أبو رزيقة أبو رزيقة أنت الأول أنت الأول هنا أبو رزيقة الأول هنا الأول الأول أبو رزيقة وجهك على السبورة درجات انضباط حلو وأيوة وجهك على السبورة أيوة أنت على بعده خذ مسافة خذ مسافة خذ مسافة خذ مسافة خذ مسافة خذ مسافة أبو رزيقة بس يلا باقي دقيقة دقيقة عايد نغير لا 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 أنا اللي اختار لا أنا اللي اختار تعال يا فيصل تعال يا أصيل لا فيصل ارجع ورا أصيل أول واحد تعال يا أسامة هنا آخر واحد أنت اللي ركز جماعة الخير جماعة الخير عشان تكونوا مركزين دقيقة الفكرة وش هي الحين بعطي ورقة ورا ظهر أسامة وبلزق ورا فيصل ورقة وحبيبنا أصيل ورقة أنتوا نفس الفكرة أنا برسم رسمة خلاص هو بالإحساس يرسمها قدامه زي ما هي حساس وهذا يرسمها اللي قدامه وأبوك ترسمها على السبورة المجموعة اللي بتفوز بالصورة لها هدايا في متجر جميل حلوين حلوين يلا يزيد بيرسم رسمة وأنا برسم رسمة. قلم قلم. حلو. حبيبي. أمشي. أسمع. علي علي. كامي. نبيت. إيه. اللي قرب من الرسمة 50. إيه اللي قرب معلك هذه أنا معلك بديرها أزلها. أمسك. أضغط على ظهري صح. أزل. دقيقة. دقيقة 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 حقة فيصل عبدلي. دقيقة دقيقة. أول شيء بنبدأ بالفريق ذاك. خلو مع بعض طبعًا. لا مع بعض. لا حد يبدأ إلينا نلزق الأوراق. دقيقة. اسمع وهو وهو يخط انا اخط معه ايوه بس شباب احد احد يتكلم ترى بتلغي الخط شكرا لا احد يتكلم اسمع في قلم غيره لا ما في احنا ما نبغى قلم غيره احنا ما نبغى قلم غيره تعال قلم تعال يلا صف لبي لا 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 ازهر 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 لا لا تكتب الحين خلنا نعلق الاوراق كامله امسك امسك وزع الاوراق على ظهر الشباب لين نخلص بعدين نرسم في مايك طافي شباب انتبهوا المايكاتكم شغال يا رب تعال هنا مو تعال يا هنا ما يحتاج ما يحتاج فني عليه طب خليني ارسم على السبوره اصير يرسم لا 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 بحس فيك بسرعه فهمت كيف الله ياخذك يا جيل لا 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 فرجو اوف والله اني ضاربك الله جميل يلا تعال اللي بعده والله اني نسيت يا بتحمست يا تعال معي تعال معي اللي بعده شوف جده لا جدي صاير نشيط هذا شكله ياخذ علاجات على علاجات علاجات ما تقدر ما تعطيت لي حاجه هنا ركز ابو زيد كذا ما راح تركز ابو زيد لا لا جيب الاوراق حسبك الله ماذا ادراك حسبك الله ماذا ادراك طلعت زيك شباب طبعا هي ثلاث مرات نسويها ثلاث مرات الفريق الفائز المجموعة الفائزة لها جوائز والله العظيم المتجر بعطيكم العلم الموضوع الله يعزك وياك السنسيشن عند أصيل والله ضعيف شوي دقيقة دقيقة ولد لا تقول تتكلم كذا شباب جاهزين بعد ما يصير ايش بدقة يا اخي ذا فيصل بعيد كمي يا ولد طيب تقرب خليك تتكلم خليك تتكلم اسمع اسمع ايوه كم كمي خليك تتكلم طبعا لازم تشوف شر هو ترى فاز بجائزة خل ما تشوف شر انت ما تشوف شر ترى فايز هذا عشان اول واحد حضر بس احنا الاثنين مدينا هي كيفكم كيف لا لا بعد باذن الله بيفوزكم يعني ليش ما يفوزكم هو حيفوزك شوف حرك ايدك معلش مرفوع مرفوع اسمعوا شباب 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 تركيز تركيز لا لا يا فيصل فيصل ركزوا يا شباب يلا خلي قريب بقرب من خوي لا بس خلاص عادي قرب معاهم اقلام احنا ما عندنا اقلام معاهم ثلاثة اقلام ما معكم اقلام ما معنا اقلام عطى قلم بيعطيك بيعطيك بعد ما يرسم بيعطيك تقريبا السبب اهدى انت اهدى انت بتبدا الحين انت ايوه عشان ركز. احط تركيزي في ظهري ايش رايك نشوفه اسكت ارسلت طب اقرب يا اخوي في واحد ظهره يا اخوي بالله صبر صبر شباب شباب لا ترسم ما يرسم نفس لا ترسم لين يسكت علي شباب بالله تكفون عشان ركز علي 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 والله من جد ابغى احط تركيزي كله في ظهري الا في نفس الوقت اقرب اللي جسمك طيب دقيقه خلاص ارسم خلاص ارسم اصيل وين باك الا اسكت شباب ما ركز كذا ما ركز ما ركز ما ركز ما ركز اسمع ما ركز ما ركز هو ما يبي يركز طبعا خلاص شوف بروية شباب تكفون عشان ركزون عشان تفوزون قاعد تكتب انت يا عيال والله شكر خاص شكر خاص
ركز ركز يلا يلا نركز يا كابتن يلا ركز حسبك الله علي ارسم نفس الوقت شباب عادي خذوا راحتكم ويرسم برسم خذوا راحتكم لا 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 ما ترسم نفس الوقت لين يخلص رسمته وخر عنها سحلت عمر الله ما احب ارسم سحلتها صدقه يا اسامه مرات القلم زين صدقه في واحد اسمه صدقه يلا صدقه انت يا اخي على شحم انت اضغط بالقلم زين يا اسامه اضغط بالقلم زين يا اسامه الله اكبر عليه شيء مع الكدادين الله اكبر عليه الله اكبر عليه خليه يركز يا اخوي الله اسامه ادري شو يسوي عندك شيء ناديتني شيء لا 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 ها لا لا بغيت شيء حبيبي لا 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 قصر معي الحال يا اخي خذ راحتك يا اخي ما معه ظهر ايش زين يا اصيل انا قدامك لين يجيك هذا يلا اصيل ادخل اصيل والله تقول بينزل صحمن ولا شيء استهبل وربي ما فهمت ولا خلي عيد خلي عيد ايه ايه لا حد يتكلم لا حد يتكلم وقف وقف علي لا حد يتكلم بس انت بكلامك لخبطتني والله لا حد يتكلم خلي عيد لا ما بعيد ركز يا يزيد اول شيء سواه بعدين سوالي واحد بعيده ها الحين بعيده ركز والعلم عند الله خلاص ولد اشتهي والله كنت تقول مدرسه والله شباب هدوا هدوا انت حس طيب وفر قوه عاد القلم مره غرق ما ادري في شيء دقيقه حلو ما ادري خلاص وقف خليه يرسم ايه خلوه ابرزق يرسم الله يبارك أي أنا ما أبي أرسم كمل لا لا أرسم ما أبي ما أبي أنا ما أبي خلاص بالجائزة برزيقة لازم ترسم ما هو جائزة لا لا دخل خلاص عادي خلاص هيا وقف لا لا بالله عشان بعدين تتفاجئون عشان بعدين يتفاجئون شباب إيه خلك هذا شو يسوي يحضر شيء ذا خلوه خلوه على راحته يلا الوقت معه يلا لا أرجع يسام خلك خلك بالله يا سيدة تكفى اسكت يا فارس 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 علي فارس رده ترى والله بتنحرمون منها انتوا اقرب ناس ايوه يا هي عادي 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 خله خله بس شوف انت شوف ريح ريح يا علي فارس ايوه جميل باقي نقطة ثانية ترى يعني عادي يا صديقي يا شوف هذا اللي حافظ مو فاهم جالس يقلد ابو رزيقة شباب شباب شوفوا بطلبكم طلب بعد ما تخلصون تصفون وجهكم على الشاشة بعدين تشوفون رسمات بعض طيب خلاص يلا الوقت يا شباب يلا أصير عشان باقي في نقطة ثانية يلا ترى باقي التايم 20 19 18 17 16 15 14 13 12 1 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وقفوا شباب صفون جنب السبوره بس كذا كذا زي ما انتم زي ما انتم زي ما انتم زي ما انتم عكس الدور عكس الدور روح هناك سيده عكس الدور واخروا على السبوره شوي لا لا يا خلك اول واحد خلك اول واحد معليش خلك اول واحد دقيقه واخروا على السبوره شوي ابو رزيقه اول واحد واخروا على السبوره انت ما انت شايف الرسمه بتشوف انا شوف هالدل خالص كيف رسم بتشوف انت صاحي ابو رزيقه ما تعرف ترسم تكفى ابو رزيقه ابو رزيقه وقف وقف دل خاله دل تعال يا فارس خرب دور تكفوا عندي سياسه في اللعبه يا الربع دقيقه والله ما تدري طيب للحين ابغى الثانيين اللي في الجزء الثاني يقدموا قدام كيف يعني الاثنين قدموا قدام اخوياك انت يا فارس وفيصل فارس قدم قدم يا فيصل الله 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 قدم يا اسامه خلهم يشوفون كلهم شايفين انتوا ولا لا شوف شايف انا ابغى اشوف واخر شويه طبعا الاقرب والله وصلت الى هنا اقرب كلكم نفس بعض
شوف انت راضين على الرسمه؟ راضين على الرسمه؟ كنتوا ماشيين صح الى عند ابو رزيق. حتى ابو رزيق الذي انزل القران عنده ما عرفت والله هم غلطانين. ايوه مره هم غلطانين. طيب نقطه اخيره. لا 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 مره زين احنا من لا 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 انت ولا هم ترشيح الجمهور. ترشيح الجمهور ترشيح الجمهور نطلع حجمهور نطلع حجمهور طلع الجمهور يعني ارجع جوال صعد الجمهور صعد انا ماضيك بجيش برزيق ماضيك بجيش برزيق صعد الجمهور صعد الجمهور صعد الجمهور لا 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 صعد الجمهور صعد الجمهور صعد الجمهور ولا صعد الجمهور خلينا نصعد يا جمهور صعد ابوه يلا اكتبوا فريقكم على السبوره اكتبوا فريقك على السبوره وفريقهم يكتبون يقول يبغى يفوز هو وانت ولا صعد الجمهور روح اجيب الجوال طلب جيش فرزقه جيش فرزقه شغال يا حبيبي صعد الجمهور ايهما اقرب صعده جيش فرزقه شغال جيش فرزقه شغال يا حبيبي احنا اقرب يا رجال والله صحيح فريق فريق اصبر والله انت ويا شوفه احنا اقرب هذا ورده وهذا ادمي لا والله ما هذا على الاقل ادمي وادمي روح لامك رسم لي كذا تعال شوف رسمتي وين زين انت غلط انت زين هذه الاصليه هذه الاصليه وهذه دقيقه دقيقه هذه رسم علي ابو رايد هذا دقيقه هذا ناقص وانت شو سويت لانه سمعت هذا انت رسم لي مو هدوء 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 انت انت مو رسم لي دايره خلاص هدوء 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 الدايره فريق السعد لا لا صعد الجمهور انا واثق فيه صعد لا صعد الجمهور والله صعد الجمهور سلام شوف شوف يرسمون يا اخي لا تخشون فريق جيش ابو رزيق جيش ابو رزيق خلاص خلاص شباب ارسم السعد بلط دقيقه دقيقه صعد الجمهور يا جماعه الخير يا اخي سعد من يحط لك هذا الكلام الفرصة 50 بالله امسك العمود لا عندك امسك صعد الجمهور خلاص نبغى اكثر تصويت انا بعنقكم ايوه لا 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 دخل امان الاقرب لا 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 الاقرب دخل امان ابو رزيقة ابو رزيقة بالامانة وحتى بالامانة ابو رزيقة حتى بالامانة ابو رزيقة شباب تهدون بس دقيقة شباب شباب تهدون تهدون يا شباب اثق بجيش فرزيق انا خلاص تمام تمام بعطيك فرصه انك تتكلم مع جمهورك دقيقه بس علي فريقكم ايش اسمه تصويت فريق الساعه فريق القوه الساعه علي تحط تصويت اللي هو التصويت اللي هو تضحك فريقنا جيش ابو رزيق جيش دعم علي دعم فارس السيد مده استريح بس ابشر الساعه ابشر طبعا يا شباب عشان ما نطول ترى اثق فيكم والله خليني اوصل فكره طيب انت عليش طيب يلا عليش على هذه دقيقه بشرح لهم بس انا بحط تصويت فريق القوه وفريق جيش ابو جيش ابو رزيقه ابو رزيقه ودعم علي ودعم فارس اكتبها كذا ما تكتب كامل خلاص دعم فريق النشامه فريق القوه فريق النشامه لا انا ما نبي النشامه نبي فريق اذا بتسجلها فريق الجيش فريق الجيش يلا فريق الجيش الجيش فريق طيب شباب 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 ريح ريح برزيقه بقول اللي عندي طبعا يا جماعه الخير بنزلها الحين تغريده عندكم خمس دقائق تصويت يا فريق القوه فريق يا فريق الجيش اتفقنا بننزل الحين تغريده بسم الله توكلنا على الله هاشتاج الفرصه 50 كم كم دقيقه خمس دقائق خمس دقائق وانت قاعد اطلب جمهورك وانت قاعد اطلب جمهورك نحسب المليون اطلب جمهورك يا اصيل لا حد يناظر الكاميرا لا حد يناظر الكاميرا لا تناظر الكاميرا عشان خاص اخويا يلا ابو رزيقة ارجوك انت جمهورك عبر هذا الاثير ها 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 فارس ها دعم جيش ابو رزيقة شوف شباب 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 نستاهل والله نحبكم قسم بالله حبيبي ارجعوني وخر اخر اسمع اسمع احنا فريق شباب شباب عشان نوضح بشكل ثاني برضه والله هذه الفقره شباب يا حق الله لا يحق الغير كثير قبل شباب 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 دقيقة وفي الهاشتاج الفرصة الخمسين برضو غردوا من الفائز فريق القوة ولا فريق الجيش غردوا أكثر تغريدات برضو ترى بتفيدهم يعني بتفيدهم تمام لكن بس داخل بسيط خلاص شباب خطوة الجمهور تفضلوا هنا تفضل تفضل سام فريق دعم فيصل فريق دعم اصيل الشهراني فريق دعم اسامه فريق اصيل القوه شوف فريق يعني ابو رزيقة وعلي بالرويه القوه فارس بارك الله هذول الجيش احنا عارفين يعني احنا انا عارف انا عارف احنا راح نفوز بيه وصل صوتك يا سادي انت ما تكلم تكلم ابو رزيقة انا بقول جايك بالكلام جايك بالكلام والله ما شاء الله تفضل جايك بالكلام بس
الان خلصتوا كلمتكم صح يا شباب؟ اي خلاص. تفضلوا برزاقة. تفضلوا يا فريق الجيش. اولا حياك الله اخوي يزيد، حياك الله على الكلمه. حياك الله. صراحه مسابقه جدا جميله وانبسطنا. موجود. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني طبعا جيش ابو رزيقة دعم علي بالرويه، دعم فارس السيد وجمهوره باذن الله، باذن الله حيخلوا التصويت 100% مقابل 0% ولا انتقاصاً في الشباب. وشكرا للجميع. يا حقلك تعالي. تفضل. ما شئت. تفضل. انا اقول شكرا لكم اول شيء. انا اشكركم اول شيء انكم اليوم عثرت الورد قايم وجالس كأنه في مستشفى ولادة. شكرا لكم. اليوم ابي مستشفى الولادة هنا. هنا اليوم، اليوم الجيش هنا 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 اليوم صحيح طبعا. يا سلام الجيش. يا سلام. يا سلام. تفضل. تفضل علي. نقدم شيء لكم فقدموا لنا الآن وعطونا. يا سلام. طبعا عشان تحط نقاط على الحروف يا جماعة الخير، ترى ما مسابقة وخلاص ويفوزوا متين، عشان كذا صوتوا لفريقكم. طبعا مركز صيانة روعة نجد مقدم للفريق الفائز أي شيء تبغى تروح تاخذه، تروح تاخذه ما عدا الجوالات. يعني تروح أبغى سماعات، أبغى باكيج، أبغى بعطيكم حساباتهم في الواتساب، لأني بأضيف برضو في في مسابقة الفريق كامل. تدخل المتجر حقهم تطلب اللي تبغى، تبغى بوكس شواحن، تبغى سماعات، والله أبغى أكسسوارات الجوالي الجديد، كلكم كل واحد له اللي يبغى. كل واحد وانا ما عدا الله. اي لكل واحد، كل واحد له اللي يبغى. اي انت هديتين خلاص عندي انا، هذه عندي انا خلاص. استنى عشان نوصل الفكره. انت تفوز الحين. انا باذن الله انا فايزين باذن الله. عرفتوا ليش تشجعونا؟ عارف جمهوري. يا حبيبي اللي تبغى تطلبه من المتجر، اطلب من المتجر اللي تبغى. طيب عندي مداخله تسمح لي يا صديقي وزميلي علي. جميل. وضحت؟ لا ما نزلت التصويت. ايوه روعه نجد. طبعا انا بضيفها لي في فقره برضو يعني ان شاء الله بتصريح من الاداره وكذا، لكن الحين هذه هذه من اخوكم لكم. يعني انا كلمته وقال انا معك في اي شيء، فبرسل لكم المتجر في الواتساب وتروحون تطلبون اللي تبغون. تبغون تهدونها بعدين جمهوركم، تبغون تاخذونها كيف اللي تبون انتم. يلا شكرا لك زميلي زميلي علي الكلثمي، يعطيكم العافيه يا شباب. طبعا في فقره كم كمي ويزيد هذه مستثناه من الاداره، ما في خصم، ما فيه، خذوا راحتكم، يحق لكم ما يحق لغيركم، خذوا راحتكم، استمتعوا. فلذلك جوائز قيمة، مسابقة قيمة، ولكن نشوف الآن من الفريق الفائز بإذن الله. طبعا طبعا شكرا زميلي وحبيبي يزيد الزغيبي. ندخلهم معي فريق، ندخلهم معي فريق. هذول حسابات وهمية. تفضل طلعوهم. حسابات وهمية طبعا يا جماعة الخير عشان تتحمسون. بس الى الحين مر 3 دقائق التصويت بشكل كامل. 300 لا 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 خلاص، لا لا خلاص، لا لا اصبر اصبر اصبر. بعد التقييم انا قلت هذول لا. اي كفو عليك كم كم. والله يا جماعه صدق لك كم كم يا شباب. العداله، نبي العداله يا حكم، نبي العداله. مر 3 دقائق حلو التصويت بشكل كامل ما شاء الله تبارك الله. انا ودي 332 صوت بالله الى الحين باقي بشكل عام للفريقين. للفريقين ما نبي نعلمكم، ما نبي نعلم. هدوء هدوء، نتمنى الهدوء. خلّم نتمنى خلّم الهدوء خلّم. انا عندي استفتاء. خلك اطرقع. طيب كرما منكم يا شباب، بس انا عندي تعليق بسيط عند الاستاذ علي بالرويه. وش فيك يعني اشوف تعابير وجهك ما هي معجبتني يعني ليش؟ يا اخي فجر ام طبله اذني هذا، مره تصفيق ومره صراخ. عدلي نخصم عليه من يا جماعه الخير. اتمنى معي فريقي ما ابغى خصم. طيب برزيق يقول زميلك وعضو الفريق انك فجرت راسه بصوتك العالي، لاني عارف ان جيش برزيق شغال والدعم حق فارس ودعم علي يعني. شكرا. دقيقه يا شباب انا جبت العيد. نتمنى لكم. انا جبت العيد في التصويت. تبغون هو انا حطيت ساعه الله المستعان، تبغون نخليه الاعلان للفائز؟ لا 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 5 دقائق. بعد الساعة 5 دقائق ما هو بيصالحكم. 5 دقائق لا 5 دقائق ما هو بيصالحكم. 5 دقائق يعني خلاص نوقف تصويت. 5 دقائق ها ابو رزيقة. ريح 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 ابو رزيقة. 5 دقائق اقفل التصويت. قفل 5 دقائق. قفل مبروك. ساعة قفل 5 دقائق. قلت لك عف جمهوري. تعرف جمهورك. 5 دقائق استريح. خلي يفوزون عادي، خلي يفوزون. اسمع خلاص خلاص 5 دقائق اللي تبغى اللي تبغى سوى. باقي دقيقة، إذا جات 6 دقائق بعلن عن الفائز. خلاص تمام والله مبروك إذا أخذتوه. أيوة أنا ما عاد في وقت صح. هذا التوتر.
ما عاد في وقت انا شباب اوكي يلا يا رب يلا يلا يا جيشي شباب تكلم يا فارس تكلم يلا يا جيش فرزك فارس السيد طيب شباب يا جماعه اللقطه اللي هنا شباب شباب اتمنى من المخرج بس اتمنى من المخرج يقرب لي اللي في السبوره هنا الصورتين تقرب بشكل كامل عشان برضو اللي يختارون يركزون شويه قربها جهزوا لي شيء من عندكم للجمهور بصوتك وجهزوا لي شيء بصوتكم للجمهور بس هذول اللي بنبدا معهم يلا مناشده للجمهور من ضمن الفريقين تفضل يا صيد اعطوهم شيء هدوهم شيء بصوتكم اي نعم نزل لي الباك جراوند مدرب اللياقه البدنيه ومدرب التايكوندو يلا فارس جاهز قفل لي الباك جراوند حلو الباك جراوند دي جمهورنا يا بدر بدر دامت ليالك سرور جمهورنا يا بدر بدر دامت ليالك سرور جمهورنا يا قطر نادي غلب على كل الجمهور جمهورنا يا بدر بدر دامت ليالك سرور واللي تحدانا جمهورنا محلى الفن الرفيع يا لا 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 يا لا لا يا لا والله المحبات لأمنا جميع يا لا 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 يا لا لا يا 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 وشا شا 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 وجمهورنا هو الباشا يا 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 شا 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 وجمهورنا هو الباشا يا 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 شا 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 وجمهورنا هو الباشا لا لا نسمع نسمع تحيه منكم لهم نسمع تحيه يلا طيب قبل ما نبدا يا جماعه الخير معكم نتمنى من اللي خلف الشباب من هنا انه تشاركون معنا في هاشتاج الفرصه 50 برضو كلامكم يعني بالعدد الاكبر لمن برضو راح ياثر على النتيجه نسمع منكم يا جماعه الخير وقف التصويت يا ترى خلص على الراي يا جمهور على الراي يا جمهور على الراي يا جمهور على الراي يا جمهور على الراي جمهورنا على الراي يا قوه على الراي يا قوه على الراي قوه 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 على الراي يا قوه على الراي يا قوه 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 يا قوة على الراي يا لبه على الراي يا جيش أنا مصور واحدة 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 كم كم أحلى واحدة يا زيد أحلى واحدة لا 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 كم كم ما في زيو لا 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 يزيد ما في زيو لا 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 يزيد ما في زيو لا 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 طيب لا 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 يا جماعة الخير أبغى من اللي ورا زيد لعدهد إني أك شغلونا باكراوند كذا يخوف هلا نتائج قرب نبغى خلاص قق يا ابو نبغى دب دب نبغى دب وين اوري وري من الناس نبغى التوتر نبغى دب دب نبغى دب دب واضح الثقه وين ايه واضح الثقه وين التزموا الصمت هدايا فيها هدايا التزموا الصمت الصمت لين تشتغل باكراوند بعدين سوا او ما اشتغل ها ما اشتغل خلاص ما اشتغل شغل لي شيء كذا موتر يا حبيبي فيها هدايا جوالات وكذا لا 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 تنطق عشان ما يجينا خصم لان هذا رياليتي وسبحان الله كيف وصل الى مرحله فيها جوائز وكذا وذا ها والله بتشغل لي بتشغل لي طالب وطالب وطالب اخي علي الكمكمي ان نسوي قرعه بين المتسابقين هذول بحيث انهم يدخلون من ضمن اي فريق الجيش او القوة لا 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 انا اشوف القرعه ما تقبل خلاص لا قرعه من وجهه نظري قرعه من وجهه نظري قرعه اعطيكم وجهه نظري عشان يستفيدوا انا راضي خلاص وقف تصويت من وجهه نظري سوا ان المدير قائد الفريق هذا وقائد الفريق هذا يختاروا لا 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 قرعه انت تبغى مين كلهم عينين في راس واحد كلهم عينين ما راح بس انا ابغى فلان لا 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 كلهم عينين في راس واحد
ما لها دخل، انت مختار قبل شويه اثنين. تو اختار، لا تو اختار عشان انا لا يجي اللي يجي الورقه معه مع ابو رزيقة. اي بس ما قلنا حلو حاطين ورقه عوده. لا خلاص عوده ما التفتوا لنا عوده يعني راجع. احنا عند سبيل اليمين خلاص. انت احمد، لا احمد من اختار؟ انا اختار. انت اليسار؟ انا اختار. يلا روح مع ابو رزيقة وانت روح. يلا شباب صفقة لحمد. صفقة لحمد. مرحبا مرحبا والله مرحبا 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 بحمد والله مرحبا. طيب هذا لما تجيب ابوك معك في سابقه قالوا العوادل ما علينا ما علينا مهما قالوا العوادل ما علينا ما علينا احنا الاقوى حبيبي احنا الاقوى احنا الاقوى يا حبيبي احنا الاقوى وما علينا حمد واحد يلا يا مقهور كده كده يا مقهور كده كده يا جماعه الله يا جماعه احنا احنا المنتصرين كده كده ليلى 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 لا ليلى لا 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 ليلى ليلى يا سلام. طيب يا جماعة الخير عشان تتضح لأحمد الحبشي وحمد، حمد الحين إذا فريقكم فاز بالرسمة هذه طبعا هو تصويت جمهور، إذا فاز فريقك راح تحصلون على هدايا متجر روعة نجد اللي تبغونها. تدخلون روعة نجد يا شباب اكسسوارات، هي اكسسوارات. تدخل اتفضل مسامحه، حرام فريقنا يفوز على الرسم. لا 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 يا احمد ابى اقول شيء. تفضل اقول. دقيقه شباب 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 اعطيناكم مساحه. وخلي الجيش يسري لا القوه القوه وخلي الجيش يسري لا والقوه القوه خلي الجيش يسري لا 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 شباب شباب هذا الفعل ابو رزيقة ابو رزيقة لا 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 شباب 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 النتيجة 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 هدوء هدوء. طبعا وصلنا انا وزميلي يزيد الزغيبي الى نهاية فقرتنا لهذا اليوم في المسابقة الجميلة. لا 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 حبيبي اوقف. الى نهاية فقرتنا الجميلة مسابقة مع الجمهور الجميل وكان أبطاله هذول الشباب، ولكن وصلنا الآن إلى النتائج. النتائج ربما أرقام أرقام والله ربما والله. هناك ناس واثقين لا يشوف. طيب هناك ناس واثقين ولكن الثقة ليست في محلها. نعم وهناك ناس نعم. من كثر الثقة واثقين والله كلمتك موضوع غير المسابقة والله وفي ناس غير الثقة تماماً يعني ومن كثر الثقة يقولون جمهورنا بيجيبها جمهورنا بيجيبها ممكن برضه يخسروا. التوقعات كثيرة والفريق ولكن شباب احنا نتكلم شباب شباب احنا نتكلم نعلن نتائج بس دقائق. طبعا يا جماعة الخير النتائج اللي قاعد تشوفها هنا والله أرقام مخيفة أرقام أقسم بالله مرة مخيفة في خلال خمس دقائق والله أرقام مرة مخيفة. كم وصلت الأرقام؟ 506 أصوات 506 أصوات جمهور قوي. نسمع تحية للجمهور. الأصوات وصلت 506 صوت خلاص بس الردود على التغريدة نفسها 99 رد. لكن السؤال الحقيقي من هو اللي فاز ومن هو أكثر نسبة تصويت؟ القيلون. أقرأ الرقم أقرأ بدون ذكر. أنا بقرأ النسب المئوية أول شيء. في فريق أخذ 75% وفي فريق أخذ 25%. الثقة الزايدة طبعا دقيقة بتكون في محلها أحيانا. كم كمية بجيب عصير ما هو مشكلة شوي. ما هو مشكلة يلا. الثقة أحيانا بتكون في محلها وأحيانا تكون ما هي في محلها والبرود أحيانا يبرد الجمهور وما يكون عند محله. طيب يزيد تعال صريحك يا علي أصيلة وين وليد مصالح؟ طبعا عندي الفريق هذا متوتر بشكل مو طبيعي. ادونا عصيرات خذوا عصيرات. جيب لي جوافه معك يا اسامه جوافه جوافه يا اسامه ما في يزيد عشان نعلن النتائج ما في
طبعا وصلنا يا جماعه الخير الى اعلان النتائج له هذا اليوم. الفريق الفائز هو لا يا احمد محمود العيد بسرعه يلا الفريق الفائز هو فريق الفائز يا جماعه الخير في هذا الوقت في هذه اللحظه وبقوه الجمهور معه اللي سانده 75% اخذ وفريق اخر ب 25% بسبب بروده ولكن صاحب الثقه يرفع من ثقه جمهوره نعم وصاحب البرود يبرد جمهوره الفريق الفائز يا جماعه الخير هو فريق القوه شباب شباب نهدى 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 حمد 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 نهدى 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 دقيقة شباب شباب نهدى شباب نهدى كلمة للجمهور إذا ما في قوة أبغى كلمة لجمهورك وأنت هاي ما يعتبر جيش يلا طيب كلمة لجمهوركم رسالة لجمهورك يعني كلكم يا شباب أتمنى منكم تقدمون كلمة شكر لجمهوركم بمناسبة هذا نسمع نسمع بس تفضل يا أخي هذا أنا فخر أقسم بالله فخر معوضين خير يا والله صدقت جاني استاخر بارك الله فضحك خلهم والله ما عرفناهم دول ترى صبر 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 اسمع الرد اسمع الرد خليهم يطلعون يحق لكم الرد مع جمهور ما نبغى الرد ما نبغى الرد لين يطلعون اطلع اطلع يلا تفضلوا اثنين ثلاثة هالقوة هالقوة لا بارك الله في الضم ايه ايه كلمة لا 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 كلمة لجمهوركم هذول جمهور اصيل يلا جمهور اصيل ذول شباب 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 نلتزم بالصمت بس دقيقة كلمة لجمهوركم اللي تعب عشان اقول كل شخص ها فزت بالحزام الجمهور الجمهور كله يا علي كل شخص كل اخ اخ او اخت صوتوا فريق القوة مو غريب عليهم لانهم هم ما اعرفك انت انت من انت لانهم مو غريب عليهم شكرا خلاص ضيع لي الله يضيع شيطان تفضل يا تفضل يا سعد تفضل معي يا حمشي شوف بتقول والله لا تقول خلاص انت بتتكلم بس عشان الفائزين يوجهون بعدين حبيبي اذا فزت تتكلم ما فزت ابو عبد الله وشي شكرا لك انت ابو نايف العفو على المسابقه الجميله هذه ولا الهدايا الجميله اللي مثلك جميله انت ابو نايف تستاهلونها اول شيء ما هي غريبه يا ابو عبد الله على هذا الرجل انا ما والله يعني بدك كلكم اثنين سمعت ما هي غريبه يا ابو عبد الله على جمهور القوه رب قلبه سمعت هذا الجمهور الوافي هذا الجمهور القوي اللي شد بظاهري انا واخواني اخواني اتحدوا مع بعض سببوا قوه عظيمه من 75% الى 25% شكرا لهم من القلب للقلب تعلق فيصل كلمة الجمهور اول شيء اعطيني مساحه عشان ادق تحيه اكبر شماعه شباب اعطوا مساحه اول شيء ادق لهم التحيه والله كفو كيف التحيه ادقوها كذا خلاص تمام يا سلام والله العظيم اقسم بالله شباب. انهم حمد فخر. بالله دقيقه انا اقول انا اقول شكرا من القلب شكرا من 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 البطين الايمن والايسر والاذينين كلها لكل من صوت لكل من رفع جواله وساهم انتم والله جمهور السعد انتم فخر يا اخي ما خاب ظني فيهم يا اخي يا لبا انا ايش اقول اولا ابغى اشكركم وفي نفس الوقت اقول الله يسامحكم اشكركم على هذه المسابقه الحلوه الجميله الشيء الثاني الله يسامحكم ان كانكم تسوون مسابقه في وقت الجيش جالس يتعشى فيه جيشهم جالس يتعشى اكيد يعني 25% شباب ما انا اتوقع 25% هذول من شكرا لاسامة الف مبروك ابغى اقول كلمه قول كلمه يلا خلوه يقول كلمه عمل الكلمه هي جمهور الفخر جمهور حمد دقيقه تكفى القوه جمهور فيصل القوي حبيبي ما يحتاج اني اقوم اقول يا جمهور لا انا بتاني واثق خلاص انا واثق حلو بدون ما اصيح والله كل ثقه خذيناه استالوا طبعا بوضح حاجه وتتكلمون يا جماعه الخير ترى الفريقين كلهم ايه بقول بقول بعدين والله لا خليك تقول والله لا ما كان يتكلم خلاص شباب شباب بس بقول حاجه انه جميع الفريقين جميع الفريقين ما قصروا الجمهور الفريقين ما قصروا ولكن جات فجاه وجات الفكره
وليدة اللحظة. عيال وليدة اللحظة. فلذلك تفضلوا الكلمة عندكم. خلوا يخلصون. بس خلاص بروح بس يطلعون ها. كب كب. زيد كب كب. اتوقع اتوقع انكم تستمع لكم يا شباب شباب يا اسامه اصيل هناك روح رياضيه بيننا بين الفائز والخسران ولكن نسمع من فريق الجيش لازم تسمعون ارائهم ارجوك استمع لكم جيد ليش؟ ليش ما خليت تصويت؟ لا لا ما له داعي ساعه والله يا انا قاعد اتكلم يا اسامه كسر اكبر من كذا تكلمون ارجوكم ان تحترمون زملائكم تحترمون تعبيرهم اللي يقولونه تفضل اسمعني يا فهد بضارب معاه لو سمحت اطلع لي برا ارنكم كل خفاتاتكم كخسارات علي برا واحد يتكلم مين خلاص خسرنا لازم نتحلطم اصلا ما يحتاج طيب خسرنا لازم نتحلطم كلمه تودونا نتحلطم على زملائكم تفضل اول شيء احب اشكر فريق دعم علي بالرؤية لأن المبادرة حقتهم اليوم كانت واضحة وجلية أنهم راح يصوتون للفريق الثاني عشان يعطونهم حماس لأنهم الأسابيع الماضية فهمت ما كان لهم جمهور فقالوا تعاطفا معهم إحنا راح نصوت لهم فهذه مبادراتهم اليوم فشكرا لهم جدا يعني شكرا شكرا لك أستاذ علي بروية الآن مع أخي أبو رزيقة أنا أقول لكل صراحة 25 هذين شكرا لكم شكرا لكم صراحة لأن 25 هذين صراحة يفتحون جبال شكرا لكم من القلب وثاني شيء اقوله اقول الثقه في الفوز الفوز والخساره الفوز والخساره مطلب 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 في اي مسابقه اذا فزنا نقول هارد لك واذا فازوا هم نقول لهم مبروك فخلكم روح رياضيه لو سمحت اذا فزنا يقول لهم هارد الصراحه انا اقول يعني الجمهور تسكت احسن الجمهور اللي راح يتعشى بالعافيه وهنا وعافيه ان شاء الله باذن الله تعالى وال25% مسويين دايت فشكرا 25 صراحه شكرا شكرا والف مبروك للشباب ويستاهلوا 75 جبتوها شكرا شباب لحظه نعلم من هذه اللحظه انتهاء هذا الموضوع يكون لو انه صعب لا تنسى طموحك بتصنع شيء من حلمك توثق هدفك جبار في القمة صروحك هدفك جبال في القمة صروحك طموحك بتصنع شيء من حلمك توثق هدفك جبال فالقمة صروحك هدفك جبال فالقمة صروحك طموحك 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 بالمثابر بيتحقق يرقينك بالوصل إن جاك مزاق يغيب الصمت في القمة صدوحك يغيب الصمت في القمة صدوحك طموحك 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 بالمثابر بيتحقق طموحك بالمثابر
صرولك هدف جبال فرق ما صرولك. تعبنا بعدين تكفى والله. شوف يلا راجل وين الحين انا بروح اغير هذا وادي بجي اشريها.